شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير شهد توقيع اتفاق بين شركة بايك الصينية وشركة ألكان أوتو لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر. يأتي التوقيع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الصناعة. اجتمع وزير الاستثمار حسن الخطيب مع أعضاء صندوق مصر السيادي، حيث استعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات. وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة وتعظيم العائد منها، مشيرا لأن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت سفيرة دولة قبرص لدى القاهرة بولي يوانو. تناول اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين في إطار مشروعات الربط الكهربائي بين قارتي أفريقيا وأوروبا. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على المؤشرات التي نجحت مصر في إحراز تقدم كبير بها خلال الفترة من 2014-2024. هذا واستعرض التقرير موقف مصر في مؤشر تطور التجزئة العالمية، حيث تقدم ترتيبها 24 مركزا خلال 7 سنوات من 2016 إلى 2023، لتحتل المركز السادس من بين 30 دولة، وذلك بعدما ارتفع حجم مبيعات قطاع التجزئة من 133 مليار دولار إلى 303 مليارات دولار.